فهمت. ابو عبود بتم مسكر السماعه يعني ولا شو؟ ولا لازم نسبك اكثر يعني؟ شوت ولعت على صوتي شوف. لا تكلم يا ربي. تكلم يا ربي. ما قلت يمكن تولعت على صوتي شيء. لا لا ما تولع بس يعني تكلم. عبود وراك وراك عبود. عليك فيه. عبود ما سمعته؟ شيخ اثنين يوني واحد باليمين واحد باليسار. محمدان دخل عندك. ادري ادري ادري. اه بمسك الين بمسك البي. ما حد عندك؟ لا مو ما فك؟ لا حصلته. هذاك شافني من تحت السيارة غير رايه رد وقريته الأخير. عبود هلا هلا. لا توقف صديقي نفس الوقفة اللي وقفتها تو الحين. ترى يعرفون اني انا هناك فهني هني 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 شلون عقيت القنبلة انا؟ هني عقها انا يوني من الصوبين مو من صوب واحد من هالباب من الباب الثاني. اوف ابو سالم في واحد قدام ليه؟ اثنين في البي مرة على واحد الباب في البي. اثنين في البي واحد في البي. شليت واحد شليت اثنين في البي باقي واحد. هذا اكس اكس اس اي ار عالستيشن هذا. لا وين 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 رسمونا بعده رسمونا. يتحراني على اليمين طاكي مسكين واقف ثلاث ربيع طاوين واقف عند الباب هو يمين اه وراك. اوه بو بو سيف الليانا شو وضعهم؟ يدعون لك بالتوفيق. يلا نعطيه مجال بو سيف قاعد ورا نشوف شو يقدرون يسوون. لا لا بوش بوش ما في وقعد ورا ليش الله يلعن بليزك الله يلعن بليزك الله يلعن
اثنين في الاي وواحد في النص. اهلا بعبود. لا تمزح. هم برزون ما لنا ترى. في الاي يالس في الدريشه. اللي في الاي اثنين وراك. اللي عنده القنبله متوهج في الاي. هذا بيموت ربيعك. وين هو تحت؟ ما تحت فوقي وراك. روح ما يدري. اسمع اسمع وين الاخير تتوقع؟ كنا عند القنبلة. شو السالفة؟ سنايبر سنايبر بعبود. شيل القنبلة شيل القنبلة قنبلة يا شباب. وين القنبلة؟ واقف على القنبلة هو بعبود. وين هو؟ قدامك. اكو اي فوق عند بعبود. ضربه ربي. فر اللي عدال اللغب ما ادري شو اسمها هاي. فرها. شفت ابو حمدان؟ خله مشغول يا بعبود. بيوايق عليك من فوق. ما طاح اللغم. ما طاح. لا لا ابو حمدان مولع. انت بروحك يا حبيبي. انت في ليج اخر. شباب عندي بيتول. خله بعدين. صد متباهي الحين. اسميك ما تبى تموت. تحب الحياة.
منو وياي؟ لا وين وين وين؟ في البي خرب بيته في البي اثنين في البي هذا ربيعنا ما منه فايدة قلنا لك بنشغل فيتول مالي مالي هربي انا شكله رجعت اكون قدامه زاكاني لا تسا نزل البيتو الحين ولا؟ في واحد جاي صوب البيت عندهم في فيتو تلاقيهم خاطلين هذي برايا برايا ما بيمدي يسوي شيء ولا منها فايدة الفيتول واحد ما شلت لا لا كيف فوزتنا في الراوند ايه فوزتنا بس يعني ما ضربت حد يعني انا خلاص شليت مروحي ادت اللي عليها اسف انا اسف حاولت اشرد لا والله كفو عليك ضربني ضرب طلقه وحده انا ببدل بحب نفس السلاح اللي انا عنده السلاح بطل زين خلك ثابت انا بقول بس وانا خليك ثابت انا بخبرك عقب ما مات قال له قدامك لا لا بعبود يضحك بعبود لا عادي الامور طيبه الامور طيبه اه
فكرة ان نبغى نسمع ضحكتك يعني. يا سلام عليك. يعني الاثنين اللي الثلاثة اللي شليتهم ورا بعض ما عيب تضحك علي يا الهيس. انا ما اضحك عليك، انا اضحك على اللي يشجعك. اعداء النجاح يا ابو حمدان، اعداء النجاح وايدين. صح صح صح، هذا هو الكلام. يلا سلام. كيف تجي يا شباب؟ شو الفريق هذا؟ شو الفريق هذا؟ أنا المفروض ألعب رانك. شو اسم السلاح اللي عندك أنت؟ بعطيك ايه، عطيت قلت لك انا العب السلاح هذا الاسلحه اللي عندك، هذا البلاستيك هاي زج زج. شو اسمه هولجر. اوكي جنجر اسمه جنجر. راحوا الاي اثنين. الكلب هاللي مش عليه من البيك شوي. راحوا لي اثنين. حديني يسوي لي كبر. يلا يا شليت اثنين في البيع. ابو تعال يلا. يا الله يا جديدة. وين تبغى سبورت ابو حمدة؟ انا جالس ورا بس في حد في هذا في الكوخ اللي في النص. ايه كلير راحوا بيه يعني؟ I don't know. العب يا البي للباس. حمدان شني وياك رانك؟ استاهل ولا ما استاهل؟ استاهل قط صراحة. فوق ولا تحت بعبد؟ تحت. شليته. يس. وحش. وحش.